بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. حلقات تبث في إذاعة القرآن الكريم. نور على الدرب، برنامج يومي يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء عن أسئلة المستمعين. الحلقة 51. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ صالح ونشكر له تفضله بالإجابة على أسئلة المستمعين، فأهلا وسهلا. حياكم الله وبارك فيكم. حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة تحمل ثلاث قضايا. القضية الأولى، يقول صاحبها: إذا ترك الإنسان الصلاة تهاونا أو كسلا تركا نهائيا وهو مسلم ويعرف الإسلام وأهله مسلمون، ثم مرض بمرض صعب وتوفي، ماذا يكون حاله؟ هل يدعى له بالرحمة ويدفن في مقابر المسلمين، أم كيف يكون التوجيه؟ جزاكم الله خيرا. إذا ثبت أنه تارك للصلاة متعمدا طول حياته ولم يعرف عنه أنه تاب قبل موته ورجع إلى الله عز وجل فإنه يموت. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فإن أمر الصلاة عظيم ومكانها عند الله كبير، وهي عمود الإسلام، وهي الركن الثاني من أركان الإسلام بعد الشهادتين، وهي أول ما يحاسب عنه العبد يوم القيامة من أعماله. فإن قبلت قبل سائر عمله، وإن ردت رد سائر عمله. ولا حظ في الإسلام لمن ترك الصلاة، ولا دين لمن لا صلاة له. ومن أراد أن يعرف قدر الإسلام عنده فلينظر إلى قدر الصلاة عنده. والصلاة كما قال الله تعالى: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. الصلاة هي عنوان الإسلام، فمن تركها متعمدا لتركها فإنه يكفر بذلك ويخرج من الدين. قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر والشرك ترك الصلاة. وأهل النار إذا سئلوا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. هذا أول جواب يجيبون به عن هذا السؤال. فالأمر خطير جدا. فهذا الذي يسأل عنه السائل أنه مضيع للصلاة وأنه مات على ذلك ولم يعرف أنه تاب إلى الله قبل موته، بل مات وهو على هذه الحالة لا يصلي أبدا، هذا يعتبر كافرا، لا يجوز أن يعامل معاملة موت المسلمين، فلا يدفن في مقابر المسلمين ولا يدعى له ولا يستغفر له، لأنه مات على غير الإسلام. أما إن عرف أنه تاب إلى الله قبل أن تبلغ روحه الغرغرة ورجع إلى الله وندم على ما حصل منه، فإنه يعامل معاملة المسلمين، لأن التوبة تجب ما قبلها. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا أصيب شخص بمرض نفسي واستمر معه ذلك المرض فترة طويلة، وكان أثناء فترة مرضه ونتيجة للمرض لا يهتم بنفسه ولا يعمل ولا يخرج من البيت، وسئل لماذا لا يؤدي الصلاة فيقول: أنا لا أستطيع، أنا حالتي ما هو كذا وكذا، هل يكون والحال ما ذكر كحال أولئك المعافين؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذا فيه تفصيل. إذا كان ليس معه عقل، قد اختل عقله وتفكيره وصار لا يميز بين الأمور، هذا ساقط عنه التكليف. قوله صلى الله عليه وسلم: رفع القلم عن ثلاثة، وذكر منهم المجنون حتى يفيق. وهذا مثله مثل المجنون بجامع فقدان العقل الذي هو مناط التكليف. أما إذا كان معه عقله وتفكيره ويترك الصلاة متعمدا فإن هذا لا عذر له، ويحكم عليه بالكفر، لأنه ترك الصلاة متعمدا وهو عاقل ومعه تفكيره. والمريض الذي يستطيع أن يصلي ويعقل الصلاة تجب عليه بحسب حاله، لا تسقط الصلاة عن المريض، بل يصلي على حسب حاله. قوله صلى الله عليه وسلم للمريض: صلي قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنب، في رواية: أي لم تستطع مستلقيا. فدل على أن المرض ليس بعذر في سقوط الصلاة إلا إذا وصل إلى فقدان العقل. إذا وصل إلى فقدان العقل فإنه تسقط عنه الصلاة وسائر التكاليف حتى يعود إليه عقله ويعافى. نعم.
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أحد المستمعين يسأل، بل مستمعة تسأل وتقول: هل صحيح إذا ذهب الإنسان إلى امرأة زوجها متوفى لا يجوز له أن يأكل من عندها شيء مع أن أولادها يعملون ويقدمون ولا تحتاج أحد، وهل يجوز ولو كان أولادها صغارا ولا يستطيعون التقديم ليعيشوا مأجورين؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. نعم، هل صحيح إذا ذهب الإنسان إلى امرأة زوجها متوفى لا يجوز له أن يأكل من عندها شيء مع أن أولادها يعملون ويقدمون ولا تحتاج أحد، وهل يجوز إذا كان أولادها صغارا ولا يستطيعون التقديم ولا يعملون أم لا يجوز؟ أفيدونا مأجورين جزاكم الله خيرا. لا بأس على المرأة إذا زارت أختا لها في الله وتوفى زوجها وقدمت إليها شيئا من الأكل أن تأكل منه، لأن هذا من مكارم الأخلاق ومن تطيب خاطر المزور. الزائر يكرم زائره، المزور يكرم زائره، والزائر يطيب خاطر زائره لأن يأكل مما قدمه له، ولا حرج في ذلك، لا بالنسبة للمتوفى عنها ولا لغيرها، ولا بالنسبة لمن لها أولاد صغار أو من ليس لها أولاد صغار. الذي يقدم للزائر يأكل منه تطيبا لخاطر مضيفه. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. إذا اقتدى الإنسان بالإمام وهو في الثانية أو الثالثة أو الأخيرة، هل يقول التشهد فقط أم يقول الصلوات الإبراهيمية والدعاء ثم يقوم ويكمل؟ أفيدونا جزاكم الله خيرا. المسبوق يتابع إمامه فيما بقي من الصلاة من الركعات ومن الجلوس التشهد وغير ذلك، فإذا سلم إمامه فإنه يقوم ويأتي بما فاته، فإن كان لم يدرك مع الإمام إلا ركعة واحدة فإنه يضيف إليها أخرى ويجلس للتشهد الأول إن كانت الصلاة غير ثنائية، ثم يقوم ويأتي بما بقي من صلاته، ثم يجلس للتشهد الأخير ويأتي به ثم يسلم. أما إذا كانت الصلاة ثنائية فصلاة الفجر فإنه يأتي بركعة يضيفها إلى الركعة التي أدركها مع الإمام، وكذلك صلاة الجمعة، ثم يجلس للتشهد الأخير ويأتي به ثم يسلم. هذا هو المسبوق لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا أتيتم إلى الصلاة فعليكم السكينة، فما أدركتم فصلوا، وما فاتكم فأتموا، وهي رواية فقضوا. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة توفي زوجها وفي أثناء عدتها كانت تخرج للعمل لتعيش أطفالها، وتذهب إلى والدها ووالدتها من أجل خدمتهم، وأيضا لتحطب لأخيها المتوفاة زوجته وأطفاله صغار، وكل هذا لعدم وجود أحد للقيام بتأدية هذه الواجبات، وكانت تعود وتنام في بيت زوجها، فهل عدتها وحدادها على الوجه المشروع أم أنها خالفت الأوامر؟ جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. العدة عدة المتوفى عنها الانتظار مدة 4 أشهر وعشرة أيام، بحيث أنها تنتظر ولا تتزوج ولا تجوز خطبتها تصريحا في هذه المدة، وفي أثناء العدة يلزمها الإحداد، وهو عدة أمور: أولها عدم الخروج من البيت الذي توفي زوجها وهي فيه إلا لحاجة لا بد منها، فإنها تخرج بقدر الحاجة ثم ترجع إلى بيتها. أما إذا لم يكن هناك حاجة فإنه يجب عليها البقاء في بيت العدة حتى تنتهي. هذا الشيء. والشيء الثاني ترك الطيب، فالمعتدة للوفاة لا تتطيب بجميع أنواع الطيب. الشيء الثالث ترك الزينة في بدنها من خضاب وكحل وأدوات التجميل والمساحيق، كل هذه تتجنبها وقت العدة. الشيء الرابع تجنب لبس الحلي بجميع أنواعه، في يديها وفي حلقها وفي جميع أنواع الحلي تتجنب لبسه حتى تنقضي عدتها. الشيء الخامس تتجنب ثياب الزينة، فلا تلبس إلا ثيابا عادية ليس فيها زينة وليس فيها ما يجلب الأنظار إليها، بل تكون ثيابا عادية ساترة ليس فيها زينة. هذه أمور الإحداد. نعم. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هذه المرأة تخرج بخدمة أبيها وأمها، وتخرج أيضا لتحتضب، وتخرج أيضا لخدمة أخيها الأرمل الذي توفيت زوجته وليس له إلا أطفال صغار، وتسأل هل عدتها صحيحة
أم يلزمها أن تعيدها وعمرها الآن 80 عاما؟ العادة لا يلزمها إعادتها لأن العدة تنتهي بمضي مدتها. الله المستعان. ولكن الإحداد تركته لعذر، إذا كانت تركته لعذر وهو الخروج، يعني تركت نوعا من الإحداد وهو البقاء في البيت، إذا كان خروجها لأجل حاجة ملحة وهؤلاء محتاجون مضطرون لخدمتها لهم، هذا شيء معذورة فيه والحمد لله. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. هل ما يسمى بالجمعية يجوز أو لا؟ يضعون مالا يحددونه على رأيهم في كل شهر عند شخص واحد، ثم يضربون عليه القرعة أيهم يكون له المال في هذا الشهر، هل يجوز هذا أو لا؟ هذا ما يسمونه بالقرض الجماعي قد كثر وقوعه عند بعض الموظفين، وأنا أرى أنه لا ينبغي، لأن فيه التزامات وفيه إثقال بالديون لعدة أشخاص، هذا من ناحية. والناحية الثانية أنه قرض جر نفعا للمقرض، لأنه ما أقرضهم إلا بشرط أن يقرضوه، فهو تقارض. وإذا قلت لشخص أنا أقرضك بشرط أن تقرضني، فهذا لا يجوز عند أهل العلم، لأنه قرض جر نفعا. قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل قرض جر نفعا فهو ربا، وإن كان فيما في سنده مقال، إلا أن أهل العلم أجمعوا على معناه، وأن كل قرض جر نفعا فهو ربا، وهذا مصرح به في كتب الفقه وشروح الحديث والحمد لله. هذا من ناحية. والناحية الثالثة وهو أن هذا بيعتان في بيعة، لأنه عقد مشروط في عقد، لأن القرض عقد. فإذا قلت لشخص أنا أقرضك هذا عقد قرض بشرط أن تقرضني، فهذا عقد آخر، فأنت شرطت عقدا في عقد، فهو معنى بيعتين في بيعة الذي نهى عنه الرسول صلى الله عليه وسلم. على كل حال هذه المعاملة فيها عدة محاذير والذي ينبغي تجنبها، وإذا احتاج الإنسان إلى قرض فهناك طرق أخرى للحصول على القرض من إخوانه، يعني يقترض من أحد إخوانه أو من جماعة من الناس يقترض منهم مبالغ ويسددها لهم عندما يستطيع التسديد، ولهم الأجر في ذلك، لأن هذا من عقود الإرفاق التي يقصد بها الإحسان إلى المحتاجين. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. مستمعة من الباحة تقول أختكم في الله ألف ألف بعثت برسالة وضمنتها جمعا من الأسئلة، في أحد أسئلتها تقول قرأت حديثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فيه من قام بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قام بمئة آية كتب من القانتين، ومن قام بألف آية كتب من المقنطرين. ما معنى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ معناه الحث على قيام الليل، وأن الإنسان يقوم ما تيسر، وأن الأجر على حسب طول القيام وقصره. فمن قام بعشر آيات فله أجر، ومن قام بمئة آية فله أجر أكثر، ومن قام بأكثر من ذلك، يعني كل ما طال القيام وقراءة القرآن في صلاة الليل فإن الأجر يكون أعظم. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يطيل القيام حتى تفطرت قدماه عليه الصلاة والسلام من طول القيام، وقام معه ليلة صحابي الجليل حذيفة بن اليمان رضي الله عنه، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وسلم بالبقرة، ثم قرأ بالنساء، ثم قرأ بآل عمران، لا يمر بآية فيها رحمة إلا وقف يسأل، ولا يمر بآية فيها تخويف إلا وقف وتعوذ. فهذا طول قيام حتى هم حذيفة رضي الله عنها يجلس ويترك النبي صلى الله عليه وسلم قائما من طول القيام. فعلى كل حال صلاة الليل فيها فضل عظيم وأجر كبير، و كل ما أطال الإنسان القيام فيها وأكثر من الركعات فإنه أفضل. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. صليت صلاة العشاء وشكيت في أنني سجدت سجدة واحدة في إحدى الركعات الأربعة، وعزمت على السجود للسهو ولكني نسيت فلم أسجد سجود السهو، وحيث أنني لم أتذكر إلا بعد قيامي لركعتي السنة، ثم قمت بعد ذلك بإعادة صلاة العشاء، ما حكم ما فعلت وما حكم صلاتي الثانية؟ جزاكم الله خيرا. إذا شككت في السجود فإنه في حكم من ترك السجود، قال أهل العلم ومن شك في ترك ركن فكتركه. فتركك للسجود إذا تذكرت، إذا حصل الشك وأنت في الصلاة، فإن الواجب أن تلغي الركعة التي شككت في ترك السجود فيها، وتأتي بركعة بدلها وتكمل صلاتك، وتسجد سجدتين للسهو، تعتبر الركعة التي حصل فيها الشك لاغية، وتأتي بدلها بركعة صحيحة وتكمل صلاتك وتسجد سجدتين
للسهو. إلا إذا حصل الشك قبل أن تدخل في الركعة التي بعدها، فإنك ترجع وتأتي بما شككت فيه ثم تقوم للركعة التي بعدها وتسجد للسهو. أما إذا صليت ولم يحصل عندك شك وإنما شككت بعد الفراغ من الصلاة، فهذا الشك لا أثر له، لأن الشك بعد أداء العبادة لا يلحقها وليس له تأثير. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. تقول هذه المستمعة: نم ولم أوتر ولم أستيقظ إلا عند صلاة الفجر، فقمت وصليت صلاة الفجر ثم بعد ذلك ذهبت لعملي، ثم تذكرت أنني لم أوتر فقمت بقضاء الوتر وذلك بعد صلاة الضحى، هل يعتبر قضاء الوتر في ذلك الوقت صحيحا؟ جزاكم الله خيرا. نعم، من نام عن صلاة المفروضة فإنه يصليها إذا ذكرها، إذا استيقظ فإنه يصليها في أي وقت، وكذلك لو نسيها فإنه يصليها إذا تذكرها في أي وقت، قوله صلى الله عليه وسلم: من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، لا كفارة لها إلا ذلك. وأما الوتر إذا تركه من الليل فإنه يقضيه في الضحى ما بين ارتفاع الشمس إلى دخول وقت الظهر، كل هذا وقت لقضاء الوتر الذي فاته من الليل فيقضيه لكن يشفعه. إذا كان يوتر بثلاث فإنه يجعلها أربعا بسلامين، وإن كان يوتر بخمس فإنه يجعلها ستا بثلاث تسليمات وهكذا، وإن كان يوتر بإحدى عشرة فإنه يصلي بالضحى ثنتي عشرة ركعة مثنى مثنى كل ركعتين بسلام. هكذا كان يفعل النبي صلى الله عليه وسلم إذا فاته الوتر من الليل. نعم، جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. ما حكم مس المصحف بغير وضوء؟ مس المصحف مباشرة من غير حائل وهو على غير طهارة محرم، قوله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهر. فلا يجوز للمحدث حدثا أصغر أو أكبر أن يمس المصحف مباشرة، أما إذا مسه من وراء حائل فلا بأس بذلك. نعم، جزاكم الله خيرا. أحيانا أتوضأ وأنسى البسملة في أول الوضوء ولا أتذكر إلا أثناء صلاة، فأقول بسم الله أولهم وآخرة سرا في نفسي ثم أستمر في الصلاة، هل تعتبر صلاتي صحيحة بهذا الوضوء الذي لم أسمي الله في أوله؟ جزاكم الله خيرا، علما بأنني قد قمت بإعادة صلاتي لأنني شككت في البسملة أول الوضوء. البسملة مشروعة ابتداء الوضوء بالإجماع، ولكن الجمهور على أنها سنة وليست واجبة. ذهب الإمام أحمد رحمه الله إلى وجوبها في حالة الذكر، أما الناس فلا شيء عليه. فإذا نسيت وتوضأت ولم تسمي في أول الوضوء حتى فرغت من الوضوء فوضوءك صحيح والحمد لله، تسقط البسملة عنك لأنك معذور بالنسيان. أما إذا ذكرت في أثناء الوضوء فإنك تسمي وتمضي في وضوءك، تسمي على باقيه وتكمل الوضوء والحمد لله. وأما التسمية في الصلاة هذا غير مشروع ولا يجوز هذا، ولكن صلاة السائل صحيحة لأنه يجهل الحكم، صلاته صحيحة لكن لا يعود لمثل هذا. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. رسالة من الأردن وباعثتها إحدى المستمعات ورمزت إلى اسمها بالحروف ها ها ضاد، تسأل عن القسمة والنصيب في الزواج، وهل على المرأة أن تخرج من البيت حتى يحصل لها النصيب ويراها الناس، أو بماذا توجهونها، وهل هناك دعاء معين لمثل هذه الأحوال؟ جزاكم الله خيرا. على المرأة أن تتقي الله سبحانه وتعالى وأن تتوكل عليه وتحسن الظن به وأن تلتزم بشرائع الدين، والله جل وعلا ييسر لها، قال الله سبحانه وتعالى: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. فعليها أن تتوكل على الله سبحانه وتعالى وأن تحافظ على دينها وعلى الأخلاق الطيبة والاحتشام. وأما خروجها وظهورها ليراها الناس ولتخطب فهذا فيه محاذير، قد تتعرض الفتنة وقد تتبرج بالزينة بدعوى أنها تريد لفت النظر إليها فيحصل بهذا محاذير، وهذا غير مشروع بل هو محرم إذا بلغ إلى حد التبرج وإظهار المحاسن للناس للرجال، هذا محرم. لكن عليها أن تتقي الله وأن تتوكل على الله وأن تحسن الظن بالله عز وجل وسيأتيها ما قدر لها. نعم،
جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم شيخ صالح. في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بالإجابة على أسئلة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير. مستمعي الكرام، وكان لقاؤنا في هذه الحلقة مع فضيلة الشيخ صالح بن فوزان الفوزان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. شكرا للشيخ صالح، وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم، ونحن نرحب برسائلكم على عنوان البرنامج المملكة العربية السعودية الرياض، الإذاعة، برنامج نور على الدرب. مرة أخرى شكرا.